حسام البدري استعداده للمباريات التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 22 مع توجو ان شاء الله في شهر نوفمبر القادم ذهابا وايابا خلال الفتره من 9 ل 17 نوفمبر. طبعا من المقرر ان يكون لقاء مصر امام توجو الاول ان شاء الله هيكون في القاهره، اللقاء الثاني هيكون في توجو. طبعا احنا عارفين الجدول، يتصدر طبعا منتخب جزر القمر ترتيب المجموعه السابعه برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما طبعا منتخب كينيا تقريبا نفس النقاط مع مصر، يعني في الوصافة مع مصر برصيد 2، بينما يأتي طبعا منتخب توجو في المركز الأخير نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة في خلال 3 مباريات. كابتن حسام البدري برضو في موقف صعب لا يقصد عليه، وبعكس أجيري يعني صح؟ تضحك على إيه؟ قولي أجيري كانت ظروفه عدت، لكن طبعا كابتن حسام البدري بيعمل أصعب يعني ظروف طبعا استثنائية، كمان مواعيد البطولة الأفريقية مش محددة بشكل ثابت، ويمكن الخبر هيبقى معانا خبر عن دوت، لكن هو بيحاول بقدر الإمكان إن هو يجمع أوراقه وبيقعد مع المساعدين إن شاء الله، لأن الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا لمنتخب مصر. بس على أنت كنت مدرب لمنتخب مصر، إيه النصايح دلوقتي اللي أنت توجهها لكابتن حسام البدري؟ كابتن حسام البدري مش محتاج نصايح، لكن أنا بتكلم دي بيمر بظروف استثنائية كبيرة جدا، وزي ما قلت لك هو في موقف، خلينا نقول موقف مش سهل، انك تجمع اللعيبه بعد هذه، وان الدوري يشتغل، دي حاجه كانت ايجابيه جدا عشان يقف على العناصر الايجابيه في الدوري، كمان عنده ارتباطات على المستوى الافريقي، التعادل والتعادلين اللي كمان في بدايه مشواره يمكن بتصعب الامور شويه، لكن انا على المستوى الشخصي متفائل جدا الفتره اللي جايه مع الكابتن حسام ومعاه مجموعه هايله من المساعدين، كمان اعتقد ان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون في تطور في مستوى اداء المنتخب المصري ان شاء الله باذن الله. طبعا